أول ما ابتدى انقتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان إنسان جبنا وجرعته يبقى هو الإنسان إنسان قلب تمنى وانجرح عين بكت حزن وفرح يمشي يعمر دنيته يقطش يدم صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام أنا قلت اللي عندي والحين جا دورك. أنا كنت عند حسن ظن عمي، اما بالنسبه للمشروع مع انه هذا سر احنا جهزنا له كل الاحتياجات، المهم انه يكون لمؤسستنا دور في هذا المشروع. هو شداد، ليش تهرب مني؟ كيف يعني اتهرب منك؟ انت تعرفي زين انه شغلي ما اخذ كل وقتي. الحجه هذه ما قنعت اولادك وانا اقولها لهم كذب. رضيه 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 أرجوش بلاها هذه الحنة. أنا اللي أرجوك شداد، أرجوك تخبرني إيش صار لك، ليش تغيرت علينا يا شداد؟ أنا مثل ما أنا لا تغيرت ولا شيء، أنت اللي إيش تريد؟ أنا أريدك أنت، أريد زوجي. من متى بتعاملني كزوجة يا شداد؟ كل ما تقرب منك تتحجج انك تعلمني
أنا مشغول، حتى تصرفاتك صارت غريبة يا شداد. أي تصرفات؟ يعني أنت ما حاس؟ سألتك أي تصرفات قصدي؟ ممكن تقول لي يا شداد ليش ملابسك وفرشك تغسلهم برا؟ جاوبني ليش يا شداد ليش؟ استغفر الله رب العظيم، استغفر الله رب العظيم. يا ليتني ما دخلت ذيك الغرفة النحس. وانتي ايش اللي يوديك هناك الله هداك؟ وانت ايش اللي يوديك هناك بين الفترة والثانية؟ وكأن في جاذبية تريت القديم. انت اللي اصريتي ان اترك البيت القديم من سنوات، ورفضت حتى نستغله لاي شيء، سواء مرفق للزوار او سكن حتى للعاملين. للاسف كرهنا للاماكن ما نسينا اللي صار فيها. انا مستغرب منك، غرفه قديمه مسكره صار لسنين، وكانك تريدي تفتحي جرح الامس. ايش توقع تشوف فيها غير النكد؟ النكد والحسره والقهر امرهم ما فارقونا، والسبب اخوانك، بداها ماجد والحين زايد جالس يكمل. اهدئ انت الحين، ولا نسيت الطبيب ايش قال؟ المفروض انك ترتاحي يا واحد. ريحني انت وسوي اللي وعدتني بيه. انا وعدتك لما اتعافى راح اكلم زايد. انت وعدتني تكلمه من يرجع. هذا صحيح، بس بعدنا انتظر الفرصه المناسبه. وبعدين سالفه بيع البيت ترى هو سكت عنها، ولو رجع فتح الموضوع من جديد عمرنا ما عرفنا له موقف ثابت، ولا عرفنا كيف ولا في ايش يفكر. يعني ممكن في اي لحظه يرجع ويفتح موضوع بيع البيت، ساعتها كيف نتصرف؟ ذيك الساعه احنا نرفض كلمه. طيعني وخلينا نلغي التوكيل اللي عنده. قلبي اتمنى وانجرى. من عمران؟ لا يا اخوي يا هلال، لا تقول كذا. عمران ما شاء الله عليك، مثل ما اقول انت اقول لك كل مره، صاير هبه ريح هو بيولي. لا ابدا ابدا، بالعكس، رحت البنك هو ساعدني واقف بيولي، ورحت محل تحويل الأموال وهو جالس بيولي واقف، ورحت أسدد الفواتير هو بيولي. مسكين ما ودني اليوم أبداً، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. عمران هي نعم، توم خلصين ورادين، ها نتلاقى بالليل، يلا مع السلامة. الله معك، حفظ الله، يلا مع السلامة أخوي، يلا مع السلامة. أسمي أخوك هلال شقاوي، المسكين هو يخلص لي كل هذه المعاملات شهرية. يعني ما تخاف انه يعني تعرف مبلغ كبير؟ يا عمران يا ولدي، هذه اموال اليتامى وارامل، احنا نجمعهم من الايجارات ونوزعهم على الاسر المستحقه والمحتاجين. انا بسالك سؤال، من ذا اللي يرضى على نفسه انه ياكل مال يتامى؟ ما حد ما حد ما حد. شايب خميس اخوي، شايب خميس تبغاني اوصلك مكان؟ لحظة لحظة، حالك شيء عندي أنا بعطيك يا صبر. خير إن شاء الله خير. تفضل يا عمران. وش هذا شايب خميس؟ حقك وأجرك، ما سمعتني كذا مرة أقول لك يا عمران لك أجر. الحقيقة إنك تعبت معي واجد اليوم وحالك 50 غير، لكن لأنك ما تشتغل أنا زدتك من عندي 50 غيرين. تستاهل يا عمران، انت ود ناس خيار وهبة ريح صاير معي اليوم، تستاهل.
انت عمرك ما سالتيني عن نفسي او عن حياتي الخاصه، ولا انا سالتك. عفوا ضايقتك لاني سالتك؟ لا ابدا، بس ليش الحين بالذات؟ تقدر تعفيني عن اجابه هذا السؤال مؤقتا؟ ممكن طبعا، بس انا مستغرب ليش تسالي عني، ومع هذا اقول لك ان حياتي كتاب مفتوح للجميع. الحمد لله ما في شيء اخجل منه او اداري. عمتي وعد تقول انه سر حياتك في اسمك. عمتك وعد ذكائها حاد ونظرتها عميقه. نعم سر حياتي في اسمك. بس انا ما فاهمه شيء ولا عارفه شيء. اسمك عادي مثل بقيه الاسماء، نواف بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الله. ليش؟ ما كل الناس عباد الله وعباد الله الكريم. كلام عام يشمل الكل وما ينسب لاي احد مثلي. لا انسب لاي احد. يعني انت ايوه انا مجهول النسب. قصة امثالي انكتبت في كل الروايات القديمة باختلاف منبتها واصلها. جسدتها الافلام العربية والاجنبية من زمان. قصة تتكرر بحكم قصور البشر مع انفسهم. تتكرر مهما اختلف المكان والزمان. لقيط، لوارس، أورفن، كثرة الأسماء والمعنى واحد. لكن صدقيني، أنا تجاوزت كل المعاني اللي تعنيها ذيك الأسماء. لأني آمنت إن في المقام الأول في كل الأحوال أعني نفسي. ليش ساكتة؟ أنا ما مصدق اللي أسمعه. ذكرتيني باللي عرفوا قصتي، سكتوا وصوتهم خفت وحتى نظرتهم تغيرت، مع اني انا نفس الشخص، وهذا اللي انا اخاف منه.
خير يا ماجدة؟ في شيء؟ هذا أنا قدامك، ما فيني شيء. اطمني وتأكدي، ما فيني شيء. ما في شيء وبخير؟ ما ظنتي؟ أنت من دخلتي ما سلمتي على أحد فينا. خير؟ صاير شيء؟ هذا أنتو ما سألوا على الواحد ولا تنتبهوا له إلا إذا صارت له مصيبة. اطمني أنا بخير وما فيني شيء. شوية إرهاق وأريد أرتاح. أريد أرتاح شوية. ممكن أرتاح؟ ممكن أبوي ممكن. ول شوية بتاكلني ها؟ ما شاء الله ما شاء الله، احنا كنا وين وصلنا وين؟ الحمد لله يا الحاج على كل شيء. انا ما اريد اخرك على شغلك. اعطيني الملف اشوف. تفضل. اريد رايك بكل خبرتك التجاريه. نسيتي تقولي لي واريد دعمك لهذا المشروع. يبقى المشروع على الورق بدون دعمك. يا رقية يا أختي، أنا دائماً أتحايل عليك وأنتي مترددة الله يهديش. كنت بديت لحد ما أقنعني أني ما بحاجة له. لا تجيبي لي سيرته أبداً. هذا الإنسان ما يريد حد ينجح، وإذا أنت تريد تنجحي مسحيه من ذاكرتك وللأبد. أعرف أنك ناويله. زمانه بيرد علي. دامك شفت على الساعة أكيد عندك موعد. عندي موعد لكن بعده عندي وقت. الملف عندك وأنا أنتظر رأيك. خلاص أنا بعطيه للدراسات وإن شاء الله برد عليك في أقرب فرصة. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك أختي العزيزة؟ أظن لقيت حسب موعد. الخير دائما على يديك يا الحاج. أنا كنت أقول عمري ما بشوف مخطط أراضي بعد خروجك من الوزارة. إيش قصدك يا محفوظ؟ أشوفك تردد الكلام اللي يقولوه ضعاف النفوس عني. وراس أمي وأبوي ما قصد، لكن عاد من فرحتي ما عرفت أعبر. طيب روح شوف شغلك ورد علي بعد أسبوع. الحاج بغيت أوضح. حرك الحين، ما أريد أسمع منك شيء. تفضل. عذرا ممكن نلتقي اليوم؟ زمان ما شفتك بذي الحيرة. ايش الجديد في الموضوع؟ انت تجاوزته من زمان. المشكلة انه يتجدد بمجرد ان احد يطري. تقول مشكلة وكأن تأثيرها بعد باقي في نفسك. سعد انا انسان مقدر يا دكتور، لو جلسنا نقلب في جروحنا بنزيدها. أكلمك وأنت دكتور وأنت تعرف نتيجة الجرح لما يكون مكشوف. الجروح الخارجية تتعالج لكن جرح النفس بيتعالج مع الوقت يا دكتور. قصة ناديني يا دكتور يا دكتور. أيوة دكتور مبتور النساء، من يوجد العذر؟ لو قلت لك العذر اللي علمك اياه العم، شخصيتك وسيرتك وعملك
وخدمة الناس. الناس ما تعرف هذا. الناس مع الوقت بيعرف. وكم هذا الوقت؟ سنة؟ سنين؟ أقدم للزمن ولا جيل بحاله؟ أيوة دكتور خالد. لا لا ما أعتقد بجي اليوم. إيش؟ طيب طيب بجي. أحاول تقوم باللازم لحد ما أوصل. حالة من الحالات لإنسان يحتاجك. هذا هو نسبك يا نواف، من الناس وللناس. فكيف تقول عنا مبتور النسب؟ بغير وبرجع المستشفى. أيوة بالفضل. طبعا طبعا نحن على موعدنا. مشكورة جزاك الله خير. ما تتصوري كيف فرحتنا بقيتك أنا والعود، ويا ريت لو كان الأولاد موجودين. أنا تقصدت أجي الحين علشان أعرف أسولف مع الشيبة، ولو إنه ساكت اليوم. البارحة حلمت إنك بتمر علينا يا وعد. معقولة؟ ليكون كما يقولوا عنك. اسكتي يا خبرك، اليوم من الصبح جالس يخبرني عن الحلم. عاد كذي تناديها باسمها من دون كلافة؟ شريفة أنا عندي موعد مهم، خليني أعرف تفاصيل الحلم منه. ما عليك، ترى أنتوا كل مرة تجلسوا لازم يكون في بينكم أسرار. أنا بروح بخليكم على راحتكم. يلا. لا تترددي باللي نويتي عليه اليوم. علشان كذي أنا جيتك، علشان أعرف رأيك. شفتك البارحة أنت والغراب العود. راشد كنت أنت وياه تحاولوا تشيلوا الميزان وتحركوه من مكانه. الميزان كان ثقيل مع أنه فاضي. الغراب تردد بس أنت أصريتي وتم الموضوع. وبعدين؟ وبعدين إيش صار؟ كان تحت الميزان الصقر اللي طار بذنب غيره. ماجد كان يشوف عليكم لكنه كان مشغول راسه بالغول اللي يحوم حواليه. بس تطمني يا وعد، انت بإذن الله محروسة من كل الشرور. قولي يا الله. يا الله يا العود. يا الله. أنا عارف إني أحملك فوق طاقتك يا أبو الفضل. أنت زادك متحمل كثير يا ماجد. 30 ل 200 لأكيد قريب، لكن إلى متى؟ العلم عند الله. فهمت إيش الخطوة التالية؟ قيصر يرجع المؤسسة وبأي طريقة؟ ضروري يرجع وبسرعة. أنت ضمنت إنه ممكن يحفظ السر؟ أنا ذاتي ما شفت إلا شاب مستهتر وطايش وعبسي. وأنا شفته إنسان نظيف من الداخل، بعده قلبه ما تلوث بمطامع الدنيا الزائفة. أنا قصدت إنه ابن زايد وممكن فيه كثير من طبعه. وأنا تأكدت إنه ما أخذ من أبوه إلا عناده. في دي عندك حق. طيب والمشروع؟ ملف المشروع موجود عندي. بالسرعة دي؟ عندي. وبيكون مدخلي لزايد. قول اللي في بالك يا ابو الفضل. زايد بيجي يقرب له شداد اكثر من اي وقت تاني. المسكين المسكين شداد. فيه شنو؟ مثل كل مرة زايد لازم يغطي نفسه بحد علشان يتحمل عنه المسؤولية قانونياً.
الله يحترته حل لغزك معهم. سبق وخبرتك هذا هو المدخل الوحيد. مقدر بس المشوار كده بيكون طويل وصعب. وكل طريق ولا نهاية. المهم الحين قيصر. الاعتذار منك واجب، وأنا سبق واعتذرت لك، لكني ما جاي اعتذر لك هذه المرة. أسلوبك في الكلام تغير، الظاهر أن أمك ما بالغت هذه المرة. ممكن أعرف أنت ليش جاي؟ جاي أسألك إذا كانت وظيفتي بعدها باقية. وإذا قلت لك لا، أنت مفصول، إيش بتقول؟ بقول لك أعطيني مستحقاتي، أعطيني ملفي علشان أدور على شغل في مكان ثاني. عجيب وغريب اللي أشوفه قدامي وأسمع منك. من متى وانت كذا؟ من اليوم اللي عرفت فيه إني ممكن أسوي أشياء كثيرة بدونك. ماجد! أنا اسمي قيصر يا أبوي، قيصر. وإيش اللي ذكرك في عمي ماجد الحين؟ المواضيع الخاصة تكون في البيت ما في الشغل. إنسان. إيش اللي خلاني أناديك ماجد؟ أنت متى بتكبر؟ ليش ما تترك عنك حركات الأطفال هذه؟ أنا كنت أمزح معكم، بعد انت تعرف اني انا احب المقالب، مقلب يعني. بس هذه المقالب لما تكون ضد غيرنا احسن، بتكون انت الرجال اللي تدافع عن هذه العيله من كل غريب او عدو. اول غريب هو السائق مبارك. لا لا، مبارك يشتغل عندنا، هذا لا يحدي ولا يبدي. زين انا كيف افرق بين العدو والصديق؟ مني انا اللي بقول لك انه هذا عدو وهذا صديق. بس ها، لازم تسمع كلامي. وإيش اللي يجبرني أسمع كلامك؟ يا غبي، لازم تسمع كلامي علشان تكون قوي في هذه الحياة، هذا شيء. وإيش الشيء الثاني؟ الشيء الثاني إنه بيكون عندك فلوس. أنا بعطيك فلوس تأخذ اللي تريده وبيستوي عندك اللي تريده. خليك مثل الصوت المسموم، لما تضرب حد تضربه ضربة ما بعدها. لا تتساهل مع حد، واللي يضربك مرة لا تسامحه، رد قضاك مرة واحدة وبسرعة، واضربه بدل الضربة ضربتين. لا تزعل، أنا رديت قضاي بسرعة، بس كلامك هنا. أيوة ماجد، نفس الطريقة اللي تمرد فيها ماجد لحد ما خليت ارتضي. كان يسوي كل اللي أنا أريده، بس الطريق ده هو. ادخل. ما شاء الله راشد، الحين اطمنت انك بخير. تفضل تفضل يا ابوي. احسنت، الله يفضل عليك. احسنت.
استريح. صار لك فترة ما جيت الشركة. ايش تشرب؟ مشكور احسنت ما اريد شيء. كيفك انت والشغل؟ الشغل كثير وما ملحقين عليه. الله يكون في عونك. احس اني تعبت وما حد يساعدني بالطريقة اللي اريدها. غريبة، قيصر وشداد وين راحوا؟ شداد لاهب اللي انت تعرفه، وقيصر متقلب كل يوم على هوا. احس اني تعبت يا اخوي، وفي النهاية احس انه ما في تقدير. الكل يا ولد امي وابوي ما عاقبنا شيء. الكل يا اخوي يشك اني مطمع. بالله عليك هذه حالة. ما اظن اني بقدر اقول باللي ناويين نسوي انا واحد وهو على هذه الحالة، بس انا محتار بينه وبينه. راشد انت تسمعني؟ ها؟ اسمعك نعم. انا متأكد ان جيتك هنا لموضوع، وموضوع مهم بعد. امر وتدلل يا راشد. لا ما في شيء، بس انا قلت شوية اتمشى عن جلسة البيت وبالمرة اشوفك، لان صار لما نلتقي في البيت كثير. والله ثم والله انا ودي ان نجلس ونسولف، لكن على شوفتك الشغل ما اخذ لي كل وقت. عزيزة، هات الموضوع اللي خبرتك عنه. أيوة، هو موضوع راشد. بسرعة. موضوع إيش هذا؟ بتعرف بعد شوي. المهم، كيف صحتك الحين؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تفضل طال عمرك. تفضل يا راشد. إيش هذا؟ أنا أعرف أنك طالع من مرض وعملية. هذا مبلغ أريدك تسافر بينا قهوة، تشم هوا وتتمشى وتشوف الدنيا. أريد عافيتك ترد مثل أول وأكثر يا أخي، عندنا شغل كثير. راشد إيش فيك؟ بيني وبينك أنا صرت ما أعتمد على الأولاد. أريدك معي يا راشد. راشد أكلمك، إيش فيك؟ لا أبدا، بس بعد السالفة فيها بس؟ أريدك معي يا راشد. احنا وصلنا، ليش متردد؟ خايف تصير مشاكل من وراء هذا المشوار. المشاكل بتصير اكثر اذا ظلينا نفكر بطريقتنا. يومنا نتكلم، فلا تسفه براي. حشا ما قصدت، بس ترددك. تردني معناته افكر، بس انت حتى طريقه تفكيري اصبحت ما تعجبك. استغرب تقول هذا الكلام واحنا قدام الكاتب بالعدل. انا جيت عشان لا تزعلي مني، بس افهم الحين انك متردد لانك خايف على زعل زايد. اللي نريد نسويه ما شوية بعد هذه السنوات، واللي ناوي يسويه بالبيت اشد. اذا ليش تفكر متردد؟ انتي تعرفي زايد ممكن يفسرها بمعنى ثاني. و خلي يفسرها بالطريقة اللي يريدها. مثل ما هو له راس، احنا بعد لنا روس نفكر بها ونعرف مصلحتنا. ارجوك يا راشد ننزل قبل لا ينتهي الدوام.
هذا يا ابو علي المخطط الجديد، وزعوا فيه الاراضي على المواطنين الاسبوع الماضي. طبعا بدون خدمات ولا طرق. اي خدمات واي طرق؟ الواحد عشان يوصل لارضه محتاج لمساح او هليكوبتر. حتى هذا المكان اللي نحن فيه كان في يوم من الايام نحن نسميه سيح. شوفوا الحين كيف صار، وما في داعي تكلم. وراس ابوي ما قصر، بس انا اتكلم بلسان الناس لا اكثر ولا اقل. والحاج عبد السلام لما اعطاك الاوراق قال لك شيء؟ صار لي فتره اشوفك مشغول البال وتفكر. انا سالت من باب الصداقه والشراكه اللي بيننا يا ابو علي. لا ابدا، شويه ارهاق من شغل الشركه. هاك بغيت ننطلق سفره جديده نجدد فيها نشاطنا. انا راجع من السفر القريب، سافر انت اذا حبيت. هذيك سفره عمل ما مثل سفراتنا، واكيد ما خضيت فيها راحتك. ابو علي يا اخي السفره تسمى سفره وانت ما فيها. وايش خذينا من سفراتنا طول هالسنين؟ اوه هذه نغمه جديده، اول مره اسمعها منك. محفوظ، اذا تريد تسافر سافر. انا كل تركيزي هذه الايام مع عمي زايد. طيب على راحتك. هو بعده يريد يبيع البيت الكبير؟ انت تعرف رايي في هذا الموضوع. واذا فكر يبيع البيت فما بيكون عن طريق مكتبنا. واضح؟ واضح. ولو ان نسبه المكتب راح تكون كبيره. محفوظ. طيب طيب سكتنا. انا اريدك انت، اريد زوجي. الظاهر مكتوب علينا نتناوب على الهم. مريت عليكي مرتين بس كنتي مشغولة. شفتك لما مريتي علي وقلت بأن راسك انت اللي مشغول هاليومين. القطيعة اللي كانت بيننا خلتنا ما نعرف أشياء كثيرة عن بعض. ما في شيء انت ما تعرفي أصلا. ممكن أعرف إيش اللي مخليكي سرحانة وساكتة وكأنه عندك مشكلة؟ المشكلة لما ما تعرفي وين هي المشكلة. لا عاد كل شيء ولا كلام الفلسفة، هذا يحتاج لقهوة حلوة. خليها وقت ثاني، أنا بروح البيت. نفس الوجوم اللي كان عندي لما اكتشفت حقيقة زايد. لكن شداد إيش من السر عنده يرضيه؟ ترى إلى متى بتحتفظ بسرك يا شداد؟